انهم هذول نسينا الطبق التايجر كوكيز. بتقول لي الشيف فاطمه، بقول لها الشيف فاطمه محمد عندنا اليوم طبق الحلا اللي هو تايجر كوكيز، اكيد حيكون شهيده منه من تحت ايدين الشيف فاطمه. نرحب فيها، اهلا وسهلا فيكي. اهلا فيكم، حياكم الله. مرحبا فيك يا شيف. مرحبا، يا هلا وسهلا، حياكم الله. تفضلي تقولي للمشاهدين المقادير بالنسبه للكوكيز. المقادير للتايجر كوكيز عباره عن كوب وثلاث ارباع دقيق، كوب وربع سكر، نص كوب شوكولاتة باودر، ثلاث بيضات، نص كوب زيت، سكر باودر للتغطية. طيب إذن هذه المقادير. المقادير نخلط أول شيء المواد الجافة، هي عبارة عن كوب وثلاث أرباع دقيق، نص كوب شوكولاتة، ملعقة ونص بيكنج باودر، هذه كرناها في المقادير، نص ملعقة صغيرة ملح. نخلط المواد الجافة مع بعض كويس، نخلط هذه المقادير مع بعض، المقادير الجافة مع بعض ونتركها جانبا. نضع السكر اللي هو عبارة عن كوب وربع سكر حبيبات عادي مع الزيت أول شيء، ونخلطها. قديش حطيتي زيت؟ نص كوب. نص كوب مع كوب وربع من السكر. نعم. هذا كويس اللي زيت، يعني عادة أسمع الكوكيز من مقاديرها الزبدة. لا، هو كوكيز صحي وحلو، مقاديره متواجدة في كل بيت تقريبا. حتى يمتزج السكر مع الزيت، ثم نضع البيض. ثم نضع عليه الفانيليا عبارة عن ملعقتين صغار. إذا الزيت والسكر. الزيت والسكر والبيض والفانيليا. والبيض والفانيليا، قديش كم بيضة؟ ثلاث بيضات. ثلاث بيضات وفانيليا قديش رشة؟ ملعقتين صغار فانيليا. طيب. ونص ملعقة صغيرة ملح. الحين خفقنا احنا المواد السائلة، نضع عليها المواد الجافة. جميل. المواد الجافة نرجع نذكر فيها. هي عبارة عن كوب وثلاث أربع دقيق، نص كوب شوكولاتة باودر، وقلنا نص ملعقة الملح صغيرة، وملعقة ونص بيكنج باودر. ملعقة ونص كبيرة بيكنج باودر؟ أيوة. أوكي، الملاعق هنا صغيرة، ملعقة القياس صغيرة يعني. كلها صغيرة الملاعق. صغيرة. الملح حطيتيه مع النواشف، مش مع النواشف، المواد الناشفة. حلو. بتخلطي كذا بهالطريقة. ونمزجها مع بعض حتى تختلط، يعني مقاديرها سهلة ومتواجدة في كل بيت وصحية ومفيدة للأطفال، يعني قيمتها الغذائية حلوة. ممكن نضيف عليها شوكولاتة شوكليت شيب. خليطها شوي، لازم يصير متماسك شوي يعني. حلو، هذا قوامه يصير يعني. لازم نتركها بالثلاجة 6 ساعات أو ليلة كاملة أفضل. نتركها مثل ما هي كذا؟ كيف؟ 6 ساعات نتركها مثل ما هي؟ أي عشان تمسك حالها، عشان نقدر نشكلها يعني. سهلة طريقتها مجدولين. أيه. مرة سهلة. وحتى قوامها شفتي كيف؟ بعد هي بتحطينها بالثلاجة بتجمد يعني. طبعا أنا مجهزة خلطة، ولازم اغطيها بالسكر البودر. حلو. عشان تعطينا تايجر كوكيز. هذه يرغبوها كثير الاطفال يعني. مرة حلوه جميله كمان. مره جدا. في المدرسه ترسليها معهم. أيوة. فطور سناك مثلا، حلوه يعني. أيوة. وصحيه كمان. اكيد اكيد، تعمليها بالحجم اللي انت تبينه يعني. لازم ندحرجها كذا بالسكر، نغلفها كويس بالسكر البودر، نضعها في الصينية متباعدة عن بعض.
يعني مقدار 3 إلى 4 اصابع. ايوه لان حتنفش معانا بال اكيد حتديها بيكنج باودر. بس والله سهل بعد. سهله جدا ولذيذه ما تتوقعين يعني. ما لازم ندوقها بعد ال اكيد بتذوقينها وتجربيها ممكن ان شاء الله. ايوه جربيها مجدورين لا تنسين. مجدورين دائما بتحب تجرب الاطباق ما شاء الله. بكتب مقادير بس ما اسوي شيء والله. ما بتسوي بس بتورينا انك بتحبي تجرب. هو فعلا ضيق الوقت احيانا ايوه ما بيخليك تسوي لكن الواحد بيحاول يجدد في الاطباق. سهله ومره جدا سهله يعني اشوفها وطعمها جدا يعني جميل جدا. ونقدر نضيف الحاجات اللي بيحبوها الاطفال فاطمه يعني لو نرغب الاطفال اكثر اي نعم بهذه الحاجات الحلوه اللي فيها الوان وكذا ممكن ليش لا ممكن بدل السكر الباودر هي يعني عشان ليه سمي كذا يعني تايجر لانه يتشقق بعدين لما يكبر ويصيح يتشقق هذه التايجر التايجر كذا تجي اي ممكن تضيفين لها قلنا الشوكليت شيب ممكن تضيفين لها الاشياء اللي يحبونها الاطفال يعني هذا دقيق اللي بتحط العجينه فيه سكر باودر الشجر السكر الباودر سكر باودر ما حطيتي ضمن المقادير لا في مقادير سكر حبيبات اللي هو كوب وربع على الكوب وثلاثة ارباع مع البيض والزيت. هذا للتغطيه بس عشان لما يسيح يعطيني الشكل الجميل حق التايجر تقول لك بيكبر بيتشقق مجدولين بيعطينا شكل تايجر بعد ما ينفش في الفرن البيكنج باودر شفتي شلون سهلة مرة جدا. ايه. ممكن نسويها شكل غير كريات لو حبينا شكل مسطح مثلا تكون مسطحة. انت يعني لك الاختيار يعني. حسب الرغبة. حسب البيت ورغبتها. ربة البيت وش يحبون اطفالها تشكلها كيف تشكلها. صح. ممكن تخلين الاطفال يكونوا معك يساعدونك. احنا محتاجين حلا وحلا جديدة يعني مقادير جديدة. صح. الاطفال يحبون ذا الاشياء صح. ممكن انت يعني تصلحين العجين وتخليهم هم يزينونها بال الالوان وكذا يعني تدخل الفرن من 10 الى 12 دقيقه فقط اكثر من كذا راح تيبس هي تكون طريه سوفت من داخل يعني شيف فاطمه ايش اهم حاجه نتبعها في هذا الطبق حتى ما تكون مثلا احيانا بعض البسكويتات لما بناكلها بنلاقيها بسهوله تتكسر معنا هي هذه لازم تكون صلبه تفتت. متماسكه تتفتت معنا فكيف ايش السر فيها حتى ما تتفتت معنا درجه الحراره درجه الحراره المقادير الحله لازم يكون مزبوطه بالدقه يعني عرفتي كيف ودرجه الحراره تلعب دور قديش درجه الحراره قلنا من 150 الى 160 يعني درجه متوسطه على درجه اول شيء على الرف الاوسط بعدين نرفعها عشان تعطيك ذا ولا تفش تنزل يعني ايوه في الوسط وبعدين نرفعها فوق نرفعها شويه اي ولكن الفرن شغال من تحت اي من تحت خلاص 10 دقائق فقط بالفرن الكهرباء وخلاص يعني تعيدي المقادير مره ثانيه عشان المقادير انا المقادير قلنا تكتبها كوب وثلاث ارباع طحين كوب وربع سكر حبيبات ثلاث ارباع طحين كوب وثلاث ارباع كوب دقيق كوب وربع كوب سكر حبيبات كوب وربع سكر حبيبات نص كوب زيت مجدولين نص كوب كاكاو مر نص كوب كاكاو مر لازم يكون مر الكاكاو اي غير محلى لان في سكر لانه في سكر فهنا غير محلى ثلاث بيضات ملعقتين صغيره فانيليا ملعقة قياس او يعني الاصغر من هذه ملعقة قياس اللي ما عنده ملعقة قياس ملعقة الشاي تحريك الشاي ملعقة الشاي ملعقة ونص صغيرة بيكنج باودر ملعقة ونص صغيرة بيكنج باودر ان شاء الله يكونوا يكتبوا معنا المشاهدات الحين بيتابعونا في البيت نص ملعقة صغيرة ملح وعندنا نص ملعقة صغيرة ملح سكر باودر للتغطية سكر باودر هذه حسب الرغبة الكمية اي نعم نخلط قلتي النواشف مع بعض اول شيء نخلط ننخلها اول شيء ننخلها بعدين نخلطها مع بعض حلو دقيق بيكنج باودر الملح الكاكاو مع بعض بعدين نخلط المواد السائلة اللي هي الزيت والسكر والبيض الزيت والسكر ثم ندمجهم مع بعض والبيض والفانيليا كمان والفانيليا اكيد والفانيليا مع البيض دائما كم الزيت ما قالت زيت زيت نص كوب قلنا نص كوب قالت لي نص كوب زيت نعيد انا حعيد بصوتي للمشاهدين نص كوب زيت اي عيد طبعا مشاهدينا بالنسبه لهذا الطبق تحديدا انه حلا واحنا داخلين على عيد
كوب وثلاث أرباع دقيق ونص كوب زيت وأيضا كوب وربع سكر حبيبات ونص كوب كاكاو ثلاث بيضات واثنين ملعقة فانيليا وملعقة ونص صغيرة بيكنج باودر ونص ملعقة ملح وأيضا سكر بودرة حسب الرغبة بالتأكيد للتغطية وبالفرن للتغطية. مثل ما تفضلت الشيف فاطمة فقط من 10 دقائق إلى 12 دقيقة وهذا الشكل النهائي لها قبل هذا الفرن النهائي. أي ندخلها الفرن هتدخليها الفرن طبعا عشان الوقت وكذا أنا مجهزة أي جهزتها بعد ما طلعت من الفرن مثل ما قلنا بالفرن تكون بالوسط وبعدين نرفعها لفوق اي بس من تحت ما شغل عليها من فوق وهذا شكلها النهائي هذا شكلها خلينا نوجه الكاميرا عليها مخرجنا نشوف كيف صار شكل التايجر معانا شوفي كيف مزدورين كبرت اي ما شاء الله هي كانت دائريه صح ها اي بعدين تفرد في الفرن يعني اي كوكيز هو انت تحطيها مدوره لما تدخليها الفرن تاخذ راحتها ليه انا اقول لك خلي مسافة بين الوحدة والأخرى أساس ما يلصقون مع بعض أيوة. ممكن تقدم فطور العصريات عصرونية مع شاهي مع قهوة مع كاس عصير ممكن تتقدم للأطفال في المدارس يحبوها الأطفال مرة جميل يحبوها مرة تحديدا الكوكيز مرة حلوة ومثل ما قلنا بالنسبة للأطفال ممكن نقدمها مع هذه الحلويات الملونة مثلا نرشها على الوجه قبل ما ندخل الفرن كمان بتعطينا شكل حلو اي مرة حلو اي حلوة بيغبها الطفل كمان اكيد اكيد اي ان شاء الله يعجبكم طب ليش سميتيها تايجر؟ تايجر لانها هي تعطي شكل التشققات هذه هي اللي تعطيك شكل التايجر مشققة يعني تصير خليكي ماسكتها شوي ايوه فاطمة او بالعربي البسكوت المشقق يعني بسكوت الشوكولاتة المشقق يعطيني التشققات هذه نسميها بسكوت مشقق ولا تايجر لا تايجر افضل تايجر احلى تايجر احلى حتى شكله حلو مثل كعك العيد او اي صحيح يعني تنفع كمان في العيد فاطمه اكيد اكيد ان عشان قرب العيد بعد جهزنا طبق حلو اليوم طيب انا باعتقادي انه حضرتك حطيتي السكر الباودر او لفينا العجينه بشكل دائري مع السكر الباودر عشان ما حنستخدم السكر في المقادير لا استخدم هل السكر حقها زياده يمكن شويه لا يعني لما تذوقيها بتحسي طعمها متوازن متوازن يعني مو سكرها عالي يعني ما هي لا 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 حلو ما هي حاله الكاكاو نقدر نستبدله بشيء ثاني غير نكهه الكاكاو مثلا أو إذا ما رغبنا في الكاكاو ممكن نخليه بدون كاكاو؟ إي صحيح أو بودرة جوز الهند مثلا ممكن يعني يصير كوكيز عادي يعني تضيفين عليه أنت في ناس تحب الفانيليا مثلا يعني أنا واحدة من الناس ما أحب مرة الكاكاو الكاكاو يعني آكلها بس مو مرة يعني لما تذوقيه راح تغيري فكرتك عن الكاكاو لما أدوقه أنا متأكدة يعني ممكن بس إنه نبدله بنكهات ثانية لو حبت ست البيت ممكن ليش لا كل يعني ست البيت تعرف وش عيالها يبون وش هي تبغى ممكن تبدل شغله مكان شغله يعني بس انها تلتزم بالمقادير المضبوطه اكيد حتى الدقيق مثلا والطحين احيانا بيستخدموا دقيق البر مثلا بدل ما يستخدموا الدقيق العادي هل ممكن كمان نستبدله اذا حبت ست البيت ليش لا يعني الواحد الحياة تجارب لازم الواحد يجرب يزبط مره مرتين لازم الواحد يجرب ما عندك مشكله يعني الكوكيز يعني اشكال بحر مثلا بدل الكاكاو النرجيل ممكن جنجر زنجبيل زنجبيل هيل ممكن نضيف له مكسرات مكسرات زبيب طباخين انا زبيب أيوة. ممكن يعمل بالشوفان انت قلتي دقيق البر ممكن تغيري بالشوفان كوكيز الشوفان ان شاء الله يوم نصلحه على الهواء مع الزبيب يعني اكله صحيه مفيده وفي نفس الوقت ما فيها يعني سعرات عاليه أي. ممكن الواحد ياخذها طب قولي لنا طريقته على السريع يعني الكوكيز فاطمة. الشوفان والله ما تحضرني مقاديره ان شاء الله المره الجايه طيب فاطمه الحين انت قلتي كم كوب كاكاو نص كوب كاكاو نص. اقدر هذا النص كوب كاكاو اعوضها بدقيق اذا ما ابغى بالنرجيل مثلا ابغى مجرد انه كوكيز بالمكسرات ايوه هل مثلا نص كوب دقيق انت عارفه باودر نعم. اصلا نعم. هل اقدر استخدمه او استبدله بالدقيق ممكن تبدليه بدقيق او نفسه؟ تبدليه بشوفان دقيق الشوفان شوفان شوفان صحي وحلو اي صحيح اي والله الشوفان كمان اي صحيح ان شاء الله مره نصلحها على الهواء تسلم ايدك فاطمه يعطيك الف عافيه شكرا لك مشاهدينا وصلنا بهذا الطبق الجميل من ايدين الشيف فاطمه طبعا تايجر كوكيز الى نهايه حلقتنا اليوم ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بصحبتنا قدمنا لكم كل ما يهمكم حول مناسك الحج وغدا ان شاء الله موجودين انا ومجدورين كمان وبعده ايضا بالتاكيد سيتجدد لقاؤنا معكم يوم غد باذن الله في نفس الموعد مشاهدينا
شكرا لطيب المتابعه، اترككم في رعايه الرحمن، الى اللقاء. الى اللقاء.